قمت تخصصي السابق كان نظم معلومات. اليوم بدي أحكي عن أنظمة التوصية في نتفليكس من ناحية الألغوريثم، من ناحية البزنس فاليو والإنوفيشن لإلها. الأوتلاين هو عبارة عن introduction، recommender system algorithm أو business value للنتفليكس، و improving algorithm وال K open problems. هلا أنا في عندي سؤال إلكم، ما بين الإنترنت تي في وبين التراديشنال تي في، شو الفرق بيناتهم؟ إذا بتقدروا تجاوبوني. بكل بساطة يعني هلا التراديشنال تي في إن عندك في عندك محطات معينة وبدك تستني عبين ما تيجي مثلا هالمسلسل الساعة واحدة الساعة اثنتين، وفي عندك أفلام خلاص يعني مش راح تكون اب تو ديت، يعني في أفلام حديثة بس ولكن مش آخر مش لاست فيرجن يعني. فهلا أنت لما تيجي تحكي على نتفليكس، نتفليكس في عندك بكل بساطة بتختار انت المسلسل اللي بدك اياه، الفيلم اللي بدك اياه، حتى كمان في أحدث الأفلام اللي بتنزل على طول بتقدري يعني تحضريها مباشرة دون ما تستني مثلا تنزل على القنوات العادية. بس هذا تمام، اللي عندنا. هي في فروقات كتير من ناحية إنه الوقت، إنه إحنا بنقدر نختار في أي وقت بدنا نتفرج في الإنترنت تي في، من ناحية نوع الفيديو كمان، إنه مثلا إنه أنا بدي شيء معين من الفيديوهات، مش اللي تراديشنال تي في بتطرح لنا إياه هي مثل ما بدها. ففي مميزات كتير، بس إحنا بدنا ننتبه للبروفيت للإنترنت تي في، بتيجي عن طريق السبسكريبشن والاشتراكات يعني الشهرية، والتراديشنال تي في بتاخد تمويلها من الإعلانات. تمام، بس هلا أنا تعلي صوتك شوية هبال لو سمحتي. تمام هلا تمام هلا هيك منيح؟ ممتاز انه تخلي الميكروفون قريب عليك احسن من انه تضطري انه انت ترفعي صوتك. تمام. الإنسان بطبيعته مزاجي جدا، مختلف جدا، الشخصيات بتتغير، المود بيتغير، وهذا الاختلاف بيعمل على الريكومندر سيستم إنها تكون كتير صعبة. يعني في مجموعة من الناس بتحب مثلا على سبيل المثال الأفلام الكوميدية، بتحب، فإنه نظام التوصية لازم يعمل لها عن مقاطع الفيديو تعمل للهيومن اللي قاعد، عم العضو اللي عم بتفرج، تعمل له ريكومندد على فيديوهات على فيديوهات كوميدية. وأصلا الشخصية نفسها بتتغير ما بين الحين والآخر، يعني أحيانا بيكون مزاجي سيء بدي أحضر حزن دراما أي إشي يعني. فهي المسألة كتير صعبة. هلا بدنا نحكي عن النتفليكس ريكومندر سيستم الجوريثم. الانترنت تي في لازم يكون يجاوب على هذول الثلاث أسئلة: وات واتش، وين تو واتش، وير تو واتش. لما نعمل احنا سيرش على جوجل، نختار اول نتيجة، أول من 3 ل 10 نتائج البحث، وخلص بعدين بنمل. ونفس الإشي في نتفليكس، إذا لقينا الفيلم اللي إحنا بدنا إياه، يعني يا دوب من أول 10 اقتراحات بيعطينا إياها نتفليكس، وبعدين خلص بنمل وبنطلع من النتفليكس. فلهيك نتفليكس لازم تعمل على ريكومندر سيستم، تهتم بالعضو نفسه وشو بيحب وشو بيكره. فهذا الإشي، العملية هي كتير معقدة، ولازم تحتفظ في العضو إنه يضل مشترك معها لآخر فترة من الزمن، يعني
انه يضل عم يحضر عليهم ويضل موجود عضو جوا هذا النتفليكس. زمان كانت النتفليكس تعتمد نظام الستارز الريتنج من 1 ل 5، كانت تعمل اول اشي انه كيف الريتنج انه بيعمل مثلا العضو ريتنج على فيلم معين على فيديو معين من 1 ل 5، بعدين بتعمل ترتيب وبتنقلها للبيج للهوم بيج لإلها، وبنفس الوقت بتحتفظ بهاي الاكسبيرينس. هلا نبلش بالالجوريثم اللي هي بتستخدمها نتفليكس للتوصية. اول اشي بيرسونايز فيديو رانكر، وهي عبارة عن مجموعة من الروز، كل روز بتحتوي على 75 فيديو وبتسمى كاتالوج. تسمى كاتالوج، وطبعا بيكون فيها أكثر الفيديوهات تفضيلا للشخص اللي عم بتابع النتفليكس أو العضو اللي عماله عم بيستخدم نتفليكس حاليا. وطبعا هاي مثل ما انتو شايفين في الرسمة بيكون في الأول more likely وتحت less likely، يعني الأفضلية بتكون في الأعلى. فهاي أول ألغوريتم تشتغل عليها نتفليكس. تاني واحدة توب ان فيديو رانكر، هي ما بتختلف كتير عن الأولى عن البي في آر، بس الهدف من هاي الخوارزمية تعطيني أقل عدد ممكن من الفيديوهات الأكثر تفضيلاً للعضو، بحيث إنه مثلاً أول أكثر 10 ممكن إنهم يفضلهم هذا العضو عن غيرهم، أو أكثر 5، فهي بتكون حسب شو بفضل، وبتكون عدد قليل من الفيديوهات مثل ما احنا شايفين في الصورة. مثلا هون topics for a div، واللي بعديها trending now. trending now هي عبارة عن algorithm بتعمل على trend، يعني هي بتكون لفترة زمنية مؤقتة، بس بيكون عليها كثافة من حيث عدد المشاهدات والنقر على الفيديو، أو بتكون حديث الساعة بهذا الوقت. بتتميز بأشيين تنين خاصتين، الأولى إنها غالباً بتكون زي سيزونالي إنه موسمية، زي مثلا انه بتكتر، حاطين مثال في كانوا في الورقة انه تكتر المشاهدة على افلام الرومانسية في عيد الحب، وانا بحكي انه كمان ممكن انه تكتر المشاهدة في الاعياد الميلاد زي هوم الون مثلا، فبتكون متكررة بالسنة بفترة معينة من الوقت. لا وين رحنا؟ لحظة. والإشي الثاني اللي هو إنه مثلاً بيكون في short term events زي كورونا فيروس، زي إنه مثلاً إعصار صوب منطقة معينة جغرافية، فبيكون في عليها كمية مشاهدة كتير عالية، فهاي تسمى trending now. اللي بعديها continue to watching. continue to watching هي عبارة عن فيديو أنا حضرته، فيديو أنا حضرته بس ما كملته، يعني ممكن إنه يكون كمان حتى عن سلسلة من الفيديوهات مثل مسلسل، مثلا حضرت حلقة وما كملت باقي الحلقات، أو بيكون إنه مثلا إنه أنا ما كملتش الفيديو وقطعته من النص، فهي هاي continue to watching. هاي الخوارزمية بتحسب مثلا الوقت المنقضي من المشاهدة، وين وقف المشاهدة، والجهاز اللي بتفرج منه.
فيديوهات وفيديو سيميلاريتي، وهاي الخوارزمية اسمها because you watched. بتعتمد هاي الخوارزمية مثلا انه عضو شاهد، يعني عضو في نتفليكس شاهد فيديو على، وبناء على مشاهدته لهذا الفيديو الكتالوج بيقترح عليه أفلام إلها علاقة بالفيديو اللي حضره. ممكن إنه يربط الشخصيات، مثلا بطل فيلم اللي حضره وبطل الفيلم اللي حضره إنه يقترح له أفلام تانية هو نفسه البطل فيها. يعني فهمت علي؟ كل شيء تمام لهلا؟ تمام 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 هبة. طيب البيج جنريشن اللي هي انه انا اعمل البيج الخاصة فيي. هلا نتفليكس هي اصلا بتعطي اكونت شيرينج، انه ممكن انه انا استخدم الحساب وممكن كمان 5 أشخاص يستخدموا الحساب، أظن إنها 5 أشخاص. فكل شخص من هذا من هذا في إله بيكون إله صفحته الخاصة، وبناء على إنه ما يصير خربطة بين كل أكاونت والتاني. ويتم انه ترتيب الفيديوهات او المقاطع الفيديو حسب كل واحد وتفضيلاته. الادفانس هاي بتعمل على انه بتعطي دليل، او بتعطي ايفيدنس عفوا بتعطي دليل على الاختيار الفيلم. مثلا انه في مثلا عندي فيلم كان عليه الريت عالي، وانا مثلا هو فيلم كوميدي وانا بحب الافلام الكوميدية، فهي بتجي لي اقتراح في الكتالوج تبعي. مثل ما احنا شايفين هون الإيفيدنس بتيجي هون، مثلا عندي هاي الخوارزميات اللي حكينا عنها هي بتيجي كتدعيم لإلها وبتدعمها، وبتيجي في الروز للكتالوج تبع السيرش. لا، جميع الخوارزميات السابقة اللي احنا حكينا عنها هي عبارة عن 80% من التوصية، وبضل 20% منهم هي بناء على السيرش. والسيرش هون بترجع على الخوارزميات الـ IR اللي هي استرجاع المعلومات. بتستخدم انه مثلا انا يوزر بدخل كويري، هاي الكويري اللي هي مثلا انا بدي ابحث عن فيلم معين مثلا House of Cards، بدخل اسم الكويري وبيكون في عندي اندكسينج وفي اي ار سيستم اللي هي كيف بدنا نرجع المعلومات، وبناء عليه بتطلع لي نتيجة الكويري. سواء اني انا كتبت مثلا نص الكلمة بيطلع لي النتائج المشابهة لإلها، او كتبت الكلمة كاملة بيطلع لي اقرب نتائج إلها. البيزنس فاليو هلا هون بدنا نحكي انه هو الهدف لنتفليكس انها تكون عالمية، وانه يكون موزع ومنتج لمقاطع فيديو كتير كبيرة وإلها انتشار عالمي. وهذا الهدف بيتحقق اذا عمل نتفليكس على ابقاء الاعضاء في عضويته، يعني انه انا اخلي العضو يضل مشارك معي وما يتركني. فهو بيعمل بيركز على انه يعمل تطوير للريكومندر سيستم، وهذه انه تطوير الريكومندر سيستم بيعمل لي لحظات
ربحية وعالمية، وكمان بتيح إنه أنا يكون عندي شعبية جماهيرية عالية. هون بيجي عندنا إفكتك الـ ECS اللي هي Effective Catalog Size. هذا هو مقياس بيصف الانتشار للعناصر الموجودة في الكتالوج اللي عندي مقابل طبعا الكتالوج البيرسونال مقابل الأكثر شعبية. والإفكتيف كتالوج سيرش بيعمل على زيادة نسبة الانتشار العناصر في الكتالوج 4 أضعاف بالنسبة للبلوب للأكثر شعبية. وفي عنا بالمقابل مقياس اللي هو الرانكس أو السكور رانكس والريت، فهو برضو مثل ما احنا شايفين هون انه هو مش كتير بيرفع عدد المشاهدات والانتشار للفيديوهات اللي انا بدي اياها. هلا كيف بدنا نحسن من الالغوريثم تاعنا؟ اول اشي الشركات بشكل عام بتهتم كتير في ارضاء الزبائن، وهذا الحال كمان في نتفليكس، فهي بتهتم بشو بيحكي عنها الجمهور وكيف بدها تخلي هدول الأعضاء موجودين عندها وتستقطب كمان ناس. فهذا الإشي بيحتاج منا إنه إحنا نطور على الخوارزميات تبعتنا. في خوارزمية أو اختبار، خليني أحكي، بتعمل على تحسين الألغوريثم وتحسين إرضاء الزبائن بشكل عام. فلسفة طبعاً اسمه A-B testing. طبعاً بشكل عام الفلسفة تبعته هي إنه بناء جمهور بشكل تدريجي واستخدام البيانات اللي بيحصل عليها لاتخاذ القرارات، وكمان تخطي من الفشل واكتساب الأعضاء. لما يكون في يعني احنا في مجال في غاية التعقيد مثل ما حكينا انه احنا بنتعامل مع اشخاص والاشخاص تركيبتهم كتير معقدة من حيث التفكير، من حيث الأذواق، من حيث اختلافات الشخصية بشكل عام، فبدنا نبني نظام برضو يتوافق مع هاي الاختلافات. فالـ A-B testing هو الحل اللي بتستخدمه نتفليكس. أحكي لكم مبدأ عملها. عنا هي عبارة عن سيلز اللي هي خلايا بتجمع مجموعة من الأعضاء، بتاخد عينة من الأعضاء بحيث إنه هاي الأعضاء تدخلهم في سيلز للاختبارات اللي هي بيقولوا لها سيلز تيستينج. طبعا هون في سيلز التحكم بيكون فيها الديفولت ارت ويرك. احنا هون بنحكي عن ديزاين عشان تكونوا فاهمين علي، عن ديزاين للكفر لفيلم او فيديو، مقطع فيديو معين. هون ذا شورت جيم. فاحنا بنشوف فالاختبار هذا طبعا ببساطة يعني انا عم بشرحه. فلقيوا من خلال هذا الاختبار، طبعا العينة قسموها على مجموعتين، المجموعة هاي واحدة دخلت على سيلز 2 وسيلز 3، ولقيوا انه الناس عم تعمل كليك على السيلز 2
أكتر من الديفولت أرتورك ومن ال السيل دي تري. طبعا هون كانت النتائج بناء على عدد النقر ومدة التشغيل للفيديو الإجمالية وين وصلت في المشاهدة مقطع هذا الفيديو. ومن منظور إحصائي كانت التجربة بتجيب على 3 أسئلة، إنه هل الأعضاء مثلا حبوا هذا الكفر أكثر من الديفولت اللي هو في الكنترول سيل؟ هل نسبة التدفق يعني إنه أكثر جابوا الأعضاء إنه جابوا أكثر على هذا الفيلم، هل نسبة التدفق له كانت أعلى؟ هل بعد هذا ما يحضروا ويعجبهم بيبقوا الأعضاء مشتركين في نتفليكس؟ فكانت بتجاوب على هاي الأسئلة. تمام لهون؟ هلا أنا نحكي عن الورك فلو أو كيف بيشتغل ال AB سيرفر. أول إشي ال BC4 أب هو جزء من خلية الاختبار، بيستدعي جوثن، بيعطي المعلومات هاي في الجلسة المتعلقة بهذا المستخدم، مثلا اسم المستخدم وجهازه وشو بيحضر مثلا. وبعدين بروح على بتاخد سكريبت اللي هي كودز، بيحكوا سكريبت اللي هي كود يعني، بتنقلها لل AB client. تمام، ال AB client بيكون مشبوك مع ال subscriber device details وإلى آخره. بيستدعي ال AB test الكلاينت وبيعطيه المعلومات، وبعدين ترجع الاشي عكسي تماما، بيرجع بعد ما يحلل الداتا. بس هاني بيقيم مرحلة بيحكوها تقييم، يعني بيعمل evaluation لإلها. في مثلا بيقيم مجموعة الاختبار اللي تم تخصيصها لهذا المستخدم، بشوف إذا بحاجة إنه هذا المستخدم يدخل اختبارات أخرى أو لا. وبس يخلص الاختبار بيرجع للبي سي البي اس 4. بعدين شايفين انتو هون في اختلافات في الصور، بيرجع الأفضلية ل البي اس 4 اب، وبناء عليها بتظهر الصورة الأكثر تفضيلا على شاشة نتفليكس. هون اختبارات أدق، عملوا انه هون اختبارات أكثر دقة. بتعتمد على تقليل ال variance reduction اللي هي تقليل التباين. فلقيوا انه هون انه مثلا انه الايموشنز التعابير الحركية والحسية للفيلم بتزيد عليها المشاهدة بشكل اكبر. يعني مثلا شايفين احنا هون الصور، لما لقي انه هون في ايموشن وحركة ووجوه تعبيرية اكتر، انه الوجه بعبر عن الفيلم اكتر، كان عليه المشاهدة اعلى. ونفس الاشي في الافلام الشريرة والمرعبة اللي اختاروا الايموشن او الحركات اللي هي اكثر شرا، يعني مثل هاد وهاد، مبين الماوس
عارش. نعم. بعدين في عنا مقاييس بديلة زي وقت التشغيل لأول مرة، قديش فترة إنه قاعد مشغل الفيديو، كم يوم شغلها، وقديش ترك الفيديوهات. فهذا كله بيعملوا عليه improving للألغوريثم. وبعدين بيختبروا الأودينس. الأودينس عندهم مقسمين لقسمين، جزء منهم القدامى وجزء منهم الجدد. اختبار الاكزيستنج ممبرز هو بالنهاية انهم هم بيعرفوا معلومات كافية عن هذا الممبر، فهو بيعرفوا عنه، يعني عندهم معلومات عندهم كويسة عنه، مش انها كافية، بس بيعملوا لهم دائما انه improving لحتى انهم يعطي نتائج افضل. وكل فترة والتانية اصلا الشخصية بتتغير والاختلافات بتتغير. وكمان اختبار للاعضاء الجدد بتكون العينة اقل والمعلومات عنهم كتير اقل، وهدول مهمين بالنسبة لإلهم لانه هم بدهم يحافظوا عليهم انهم يضلوا موجودين عندهم في نتفليكس. الأوفلاين إكسبيرمنتس، الأوفلاين إكسبيرمنتس هي جزء مهم في تحسين إنشاء الصفحات في وضع الأوفلاين، يعني والمنبر مش قاعد بيحضر في نتفليكس ومش فاتح عليها. بيعملوا AB اختبار AB، وطبعا النتائج بتكون غير متوافقة مع الأونلاين، اختبارات الأونلاين، لأنه لو إنها متوافقة أصلا كان ما بتضطرش إنه نتفليكس تعمل اختبار أونلاين. طبعا هذا الإشي أدى على إنه يكون على المدى الطويل أفضل. لأنه بيحتاج وقت أطول، لأنه بيحتاج وقت أفضل أطول عشان نعمل اختبار وتكون نتائجه تمام. هون عم بنشوف الموديل إنه تقريبا من الأكتشوال أونلاين النتائج متقاربة، يعني إنها هي بتحسن من النتائج. طبعا هون الموديل كيف بيشتغل. احنا هون في حالة اوفلاين، اول شيء بيعمل generate hypothesis، وبعدين بيعمل train للموديل، وبيعمل evaluate للموديل، وبعدين بيختبر ال A-B test، وبعدين بيطرح نتيجة الاختبار. هوني انه الورد اوف ماوث اللي هي احنا بيحكوها انه بازنج، يعني انه مثلا انا بحكي عن هذا المنتج انه كتير حلو، انا جربته وكتير حبيته، فهو انه الوسائل الانتشار الطبيعية بين الناس، يعني انه انا عم بحكي عن هذا المنتج انه كتير كويس وكتير منيح، وبناء عليه أنا عم بتشجع إني أنا أشتري مثلا أو إني أدخل كعضو فيه، يعني في النتفليكس. هون نحكي عن البروبلمز اللي عملها هي، بعرفش يمكن حلت جزء منها، لأنها البيبر في 2015 كانت معمولة. أول إشي إنه تختار بروتوكولز أفضل للتجريب أو
فكان الانترليفينج الانترليفينج اختاروا انه يكون اللي هو اخذناه في الجوريثم نسيت ايش هي، بس انه اخذنا الفصل هذا في الجوريثم انه نعمل اختصاص للليفينج. وهذا الاشي كتير سهل عملية انه كيف تفهم الممبر اللي عمالها بيشتغل على بيشتغل او العضو الموجود في نتفليكس. وطبعا هي اسرع، بس شوفوا الفرق هون. التراديشنال اي بي تيست عم تاخد سيمبل سامبل تبعتها كتير كبيرة وقياسها عم بياخد فترة طويلة، هون عم ياخد عينة صغيرة وعم ياخد مرحلة. هو في مرحلتين، في two phases. أول مرحلة إنه بيختار حجم العينة وبيعمل لها interleaving، وبعدين في المرحلة الثانية بدخلها على الأبي تيست. الجلوبال ألغوريثم إنه أصلا من مثل ما قلنا إنه نتفليكس هي هدفها إنها تكون عالمية، وقصة إنها تكون عالمية هذا مش إشي سهل، لأنه بالنهاية في عنا يعني في عنا لغات كتير، في عنا بتحتاج لناس تترجم، بتحتاج لناس تدبلج الفيديوز، بتحتاج لإشي يعني خيالي. وكمان إنها تحسن الخوارزميات بناء على منطقة جغرافية معينة، في ناس بتحب شيء معين مثلا من الأفلام فبدها تكون هي عم تشتغل في لوكال، أو خلينا نحكي عن إنها منطقة جغرافية معينة. وكمان ما ننسى قصة اللغة، إنه هي بدها ترجمة وبدها دبلجة، وهذا الإشي لسه غير متاح بشكل كامل. البايز، احنا كلنا بنعرف مادام انه احنا الذكاء الاصطناعي احنا بنعرف انه احيانا التعلم العميق او بتكون الخوارزميات المبنية على التعلم العميق بتعمل احيانا بايز، فممكن انه يطلع في نتفليكس فيديوهات مقاطع فيديو عليها تحيز اكبر من المقاطع الثانية. والبيج كونستراكشن، انه هون كيف نبني البيج تاعتنا. انا حكيت انه هي بتعطي يعني بتعطي انه مثلا عضو اشترك، بس بتعطي انه ياخد 5 هوست اظن. وطبعا في فئات عمرية زي مثلا انه في للأطفال، في للعائلات، في يعني أفلام معينة بتكون، وكل عضو أهم بيشتغل. كل مشترك، خليني أحكي انه بعد ما أخذنا العضوية، خليني أحكي انه أبسطها في مشتركين، 5 مشتركين بيكون. طبعا كل حساب بيكون له يعني بيج خاصة فيه، بيجي فيها الكتالوجز اللي هو بهمه. ممبرز كولد ستارتنج، اللي هم الممبرز الجداد جدا، هدول اللي بيكونوا بتعطيهم نتفليكس انه يختاروا الأفلام اللي شاهدوها من قبل عشان تقدر تاخد منهم معلومات، بحيث إنه تبني الكتالوج تبعتهم بناء على الإشي اللي هم بحبوه وبفضلوه أكتر، فهي تعتبر problems.
والأكاونت شيرينج مثل ما حكينا إنه هي يعني مش لشخص معين، بتعطي 5 بروفايلز وكل بروفايل له مزاج في إنه يحدد الكتالوج تبعه. In conclusion إنه البشر في عدد متزايد من الخيارات في كل جانب من جوانب الحياة، وأنظمة التوصية يعني تستمر في لعب دور محوري في استخدام ثروة البيانات إلى أفضل خيارات، واللي بتخليها أنها تأخذ قرارات صح. وتقنية الانترليفينج حققت نتائج أسرع في عملية الاختبار والتجريب. Thank you for listening. يعطيك العافية. يعطيك العافية. إن شاء الله أكون قدرت أني أوصل الفكرة صح. إن شاء الله. خلينا نفتح المجال للأسئلة إذا في من الزملاء أول في أسئلة، وبعدين أنا في عندي أسئلة أكيد طبعا. تفضل. أنتم ما عندكم رغبة إنه أنتم تسألوا عشان ما تنسألوا يعني، ولا إيش بالضبط؟ اسألوا، مش راح أخجل منكم لما أنتوا تعملوا برزنتيشن وأسأل يعني، فاسألوا عادي يعني. طيب أوكي. هبة لو سمحتي السلايد الأول خالص تقريبا، لو ضغطتي على هوم، زر هوم. اوكي. انه في نتفليكس انه انت بتحكي انه المشكله انه وين وات، يعني متى انه بده يعمل لي ريكومنديشن، وايش اللي يعني متى بده يقترح لي فيلم، وايش هو الفيلم صح؟ في سلايد رقم 4 5 اعتقد، او مش عارف 6. أيوة هذه. ممكن توضحين لنا إيش الـ where to watch هذه؟ وين بدي أحضر، على أي جهاز؟ بتختلف عندهم من الموبايل أو من اللابتوب أو من التلفزيون يعني. هيك أنا فهمتها. شو الاختلاف؟ ممكن توضحين الاختلاف؟ هلأ بيكون غالباً إنه من الموبايل بده يحضر إشي بسيط، مش إنه من التلفزيون. التلفزيون أنا بدي أقعد وبدي أحضر وبدي أشاهد فيلم كامل، بدي ومن اللابتوب أتوقع إنه ما بيختلف كثير عن التلفزيون، بس أنا أبدي هيك باعتقادي يعني. طيب ممكن توضحين إيش هو الكاستمر ريتينشن أو اليوزر ريتينشن؟ ريتينشن هي إنه كيف يجذب انتباهه قصدك؟ عندك اتنشن ريتينشن، انت شرحتيها في السلايد انه الشركات عادة بتحاول انه هي تحافظ على الزبائن تبعتها، يعني تستبقي الزبائن تبعتها. طيب ممكن تروحي لي على سلايد مش عارف الربع الأخير. أيوة هاي رقم 26. أوكي. طيب الآن هاي إنه أنا في عندي موديل بتم تدريبه تمام، وبيتم عمل evaluation لإله، وفينا عندي شغلة غير الـ evaluation، شغلة منفصلة هو الـ EB testing. ممكن توضحينا الفرق بين الـ model evaluation والـ EB testing؟
والموديل ايفالويشن ايش المتريكس اللي بيتم استخدامها في قياس او في تقييم الموديل؟ الايفالويت هي للموديل، هي غالبا للترين موديل، الموديل اللي انا عم بعمل تريننج عليه، او بقيمه بشوف الاكيوريس تبعه وبشوف ال هيك يعني. شو بتعرفي ايش هي الايفالويشن ماتريكس اللي عاده بتكون للمودلز؟ انت ذكرتي اكيورسي، في غير الاكيورسي؟ مش عارفة صراحة. يعني مثلا زي البريسيجن والريكول الريكول والبريسيشن. والروت مين سكويرد ايرور والسم اوف سكويرد ايرور، هذه كلها ايفالويشن ماتريكس صح؟ فاهم. طيب ممكن توضحي لنا انه يعني ما دام في انا عندي ايفالويشن هنا للموديل، ليش في اي بي تيستينج؟ وهل انا ممكن استخدم الاي بي تيستينج بدون ما اعمل ايفالويشن؟ ما هو أصلاً الـ A/B testing هو يعني كيف بدي أنا أخذ النتائج تبعته بدون ما إني أستفيد منها، بحيث إني أنا أعمل لها train للموديل. فأصلاً المعلومات اللي بتتجمع مني من الـ A/B test هي أصلاً لازم أعمل لها train model، وبقدر إني أسوي لحاله، بس مش رح أستفيد من نتائجه كتير إذا ما دخلت على الموديل يعني البيانات اللي فيه. يعني بمعنى آخر إنه يعني هل في موضوع الريكومنديشن تحديدا بلزم الاي بي تيستينج ولا طبعا، يعني أنا ممكن لأنه أستغني عنه؟ يعني ممكن إنه زي ما تعودنا إنه أنا في عندي ماشين ليرنينج موديل وبعمل له ايفالويشن وخلص، يعني ما دام إنه الأكيوريسي طلعت كويسة خلص يعني. ما هو أنا حكيت إنه الـ A/B test إنه عم بيساعدني إني أحصل على مشاهدات أعلى، بيخلي الجمهور تبعي إنه عم يحب مثلا الكفر بيج أو الديزاين أو أكتر، فبدخل على الفيلم أو المقطع الفيديو بشكل أكتر. فبالنهاية أنا المستفيد، لأني بدي أخلي العضو موجود معي يعني. طيب الآن في الترين، شو بتعرف في ماشين ليرنينج مودلز؟ classification، neural network، deep learning، في regression models. مر عليكي مثلا يعني خوارزميات زي الكي ان ان؟ اوكي، طيب تمام ممتاز. شو الخوارزميات اللي بيستخدموها في نتفليكس؟ هل هي مذكورة في الورقة؟ مكتوب ديب ليرنينج، ماشين ليرنينج، ما فصلوش كتير، وكتبوا شوية كلاسيفيكيشن في الريليتد ويركس، يعني هي موجودة ومعقدتش عليها كتير، لأنها هي أكيد ماشين ليرنينج ألغوريثم. السؤال القبل الأخير، ممكن توضحي لنا الكتالوج سايز؟ مش كتير واضحة كانت النقطة بخصوص الكتالوج سايز. الكتالوج سايز هو عبارة عن عم بختار انه يكون حجم الكتالوج عندي متوافق مع الافلام او مع مقاطع الفيديو اللي انا بحبها تكون موجودة عندي، او بحب اني اتفرج عليها. كمان مرة، هي عبارة عن إيش؟ هي هون بيقيس بين الفيديوهات الأكثر شعبية وبين الإشي اللي أنا اللي خصصته نتفليكس لإلي، إنه أفلام اللي أنا بحبها أكثر. فهي هون إنه عم بتضاعف أكثر، 4 مرات أكثر
حجم إنه هذه تكون شخصية أكثر من إنها شعبية نوعية الفيديو. طيب يعني المعنى انه في البيرسوناليزد، يعني هل كويس انه انا ازود حجم الكتالوج ولا انه انا اصغره؟ طبعا، لانه هيك بصير انه هو متوافق مع شخصيتي اكثر، مع الاشياء اللي بحبها اكثر. يعني يكون صغير اكثر، يعني يكون صغير افضل يعني. طيب ليش هنا انه البيرسوناليزد انه 4 اضعاف البوبيولار؟ هي دراسة عملوها، ما بعرفش يعني. تمام. طيب انت ذكرتي في البرزنتيشن انه انا في عندي اكثر من شغله، انه مثلا انه في عندي ريكومنديشن لانه انا شفت هذا الفيديو تو فيديو سيميلاريتي، وفي عندي انه بناء على المستخدمين اللي بيشبهوني، وفي بناء على التريندينج، وفي بناء على الواتش كونتينيو واتشينج انه انا اكمل الشغلات اللي ما كملت انه انا احضرها. هدول الشغلات يعني كيف بتم دمجها مع بعض، ولا هي شغلة واحدة خوارزمية واحدة؟ لا، هي عدة خوارزميات، لأنه إحنا بنحكي عن ألغوريثم أصلا. كمان هي عبارة عن إنه كل رو في البيج، في الهوم بيج، عم تاخد نوع من الخوارزمية هاي. يعني اللي بيكون إنه البيج تبعتي فيها توب إند، وفيها تريندينج ناو، وفيها كونتينيو واتشينج، وهيك. كيف بيتم الدمج بين هدول؟ هي بتكون موجودة على صفحتي الرئيسية يعني. يعني انه بيشتغلوا يعني كل واحدة بشكل منفصل، وكل واحدة بتعمل لي ريكومنديشن في منطقة معينة في الشاشة. أنا تمام. هيك. اوكي. انا هيك خلصت الأسئلة تبعتي. اذا في حدا عنده أسئلة كمان ممكن انه هو يسأل، اذا ما فيش حدا عنده أسئلة. أنا عندي سؤال. أول شيء يعطيك العافية هبة. الله يعافيك يا رب. هلا حكيت انت في نقطة حكيتي فيها انه على نفس اليوزر مثلا بيكون اكثر مستخدم وبيقدر يميز بينهم، بس هذه النقطة ما فهمتهاش كيف بالضبط. هلا في نتفليكس بتعمل، مثلا انا دخلت في عضوية بدفع لها، بس هي بتعطيني 5 بروفايل، خليني احكي يعني، بقدر انه انا اسجل لك عضو من عندي من غير ما تدفع. تمام. وجورج إله إنه بيقدر يدخل على نتفليكس من غير ما يدفع، وإله بيكون بروفايل لحاله هيك لخمسة أظن. تسمحي لي شوي هبه مجدي، هدول انت بدك تسوي اشتراك شهري لنتفليكس فبعطوك 5 اكونت، فانت ال5 اكونت انت بتكون عارفهم. يعني مثلا انا باجي بقول انه هذا الاكونت لمجدي زي ما تفضلت هبه او لهبه وهيك، وانت بقول لك كمان باسورد معين يعني، فانت لك حريه الخيار. انا بقول لك هذا اشتراك بس ثابت، في عندك 5 اعضاء، بس 5 في البيت او عشان هيك، اكثر من 5 لا. تمام. يبقى كمان شغله، هلا انت اول ما بلشت اللي هي المود تبع الانسان انه بتغير من فتره لفتره اللي هي وين تو واتش، طيب بناء على شو بيقيس المود مثلا للشخص اللي قدامه حتى يبين له مثلا شو المود تبعه، حتى يحدد له مثلا شو يشاهد؟ هي هاي تريننج موديل يعني، بالنهاية هي خوارزمية بتشتغل بناء على تحركات الشخص، وشو بحب مثلا، وشو المقاطع الفيديو اللي بيحضرها، وإنه شو الفيديوهات اللي بيعمل كليك عليها، شو اللي بيعمل عليها بحث أو سيرش. فبتتجمع عدة معلومات وبتعمل لها تريننج معين، وبتظهر على صفحة الشخص. انا بحكي وين، في كمان من ضمن الاسئله وين تو واتش، يعني متى اشاهد هذا الشيء مش مشاهد هذا الشيء. يعني مثلا اختلاف، انه مثلا انه انا عم بشاهدها بالليل، بالنهار، هيك يعني.
تمام، يعطيك ألف عافية. هو يمكن انه ال الريكومنديشن سيستم بيكون انه باني على البروفايل تبعك يعني ضمن فتره معينه، وبناء على البروفايل هذا هو بيعرف انه يعني انت لما تدور على شغلات كوميديه انه انت بتكون يا اما مبسوط يا اما انه انت يعني متضايق وبدك انه انت تفرفش على نفسك. فبالتالي انه مجرد انه انت بتبحث عن شغلة مثلا كوميدية، فبيعمل زي كأنه تريجر انه بروح بجيب لك ريكومنديشن بناء على السيكونس تبعك او على الاشي اللي انت تفرجته سابقا كوميدي، او انه شغلات من التريندينج انه بتعمل لك زي هيك يعني. فالسيكونس انه كيف يعرف المود تبعك من الشغلات اللي انت بتتفرج عليها يعني. لا لا، لكن مش العكس، مش انه هو بي يعني بيقدر انه هو يتعرف المود تبعك بشكل مسبق، لا، من الشغلات اللي انت بتتفرج عليها بيعرف، بيقدر يعرف المود تبعك. تمام تمام هبة، يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا إليك.